صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنه 2024 بتعيين مدير في وزاره الصناعه والتجاره وذلك بناء على عرض وزير الصناعه والتجاره جاء فيه يعين السيد محمد خالد محمد نور عبد الله مديرا لاداره المناطق الصناعيه في وزاره الصناعه والتجاره